ويروي ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في سياقة الموت لما كان يغمى عليه ويفوق وأبناؤه حوله كان يقول: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وبعدين يغمى عليه، أولاده مش عارفين من صاحب الرغيف. فلما أفاق قالوا: يا أبانا من صاحب الرغيف؟ فقص لهم حكاية حدثت في بني إسرائيل. قال: كان راهب يعبد الله في صومعه، وظل على هذه العبادة 70 سنة، وكان ينزل يوما واحدا في العام إلى السوق يتسوق يعني ويأتي بحاجياته، ثم يذهب إلى الصومعة فيبتدي بقى إيه العبادة. وإنه نزل إلى السوق يوما فرأى امرأة بارعة الجمال، فكان معها في الحرام 7 أيام، ثم أفاق وعلم عظم الجريمة التي فعلها، فجعل لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة فيسبح ويبكي، وهام على وجهه في البرية، يمشي خطوة ويسجد سجدة، يستغفر الله ويقوم يمشي خطوة ويسجد سجدة، فأدركه من الإعياء والتعب ما لا يعلمه إلا الله، حتى وصل إلى مجموعة من المساكين، مساكين العباد، وكانوا 13 رجلا، فمن كثر التعب رمى نفسه في وسطهم. وكان فيه واحد راهب بيبعث للجماعة 13 دول في كل يوم رغيفا صدقة. الرغيف ده كان هو بقى القوت بتاع كل واحد من 13 فقير دول. هم دلوقتي بقوا كام واحد؟ بقوا 14، وهم 13 فقير، وادي الراهب الجديد الضيف الجديد اللي جاء رمى نفسه في وسطهم اصبح 14. الراهب بيبعت لهم كل يوم 13 رغيفا، والراهب بيعد بقى من الأول، أدي 1 2 3 4 5 6 كده لحد ما يخلص الأرغفة. 13 واحد كل واحد أخذ رغيفا، يتفضل إيه؟ واحد ليس له رغيف، وواحد ده متعود كل يوم له رغيف. فقال للرجل اللي بوزع الخبز، قال له: أين رغيفي؟ قال: ما كتمتك شيئا. قال له: أنا لم أخذ رغيفا. فقام حالف بالله ما هو مديله رغيفا، لأنه ما عندوش. الراهب بقى اللي هو بقى المذنب الضيف الجديد سمع الإيه؟ سمع الحوار بين الذي يوزع الأرغفة وبين صاحب الرغيف، وهو كده نص نايم على نص صاحي، أمرميله الإيه؟ أمرميله الرغيف. ثم مات من ليلته، وهذا الأثر الذي أذكره إسناده صحيح، مات من ليلته. فوزنت 70 سنة عبادة بالـ7 أيام اللي هو وقع فيها في الفاحشة،
فرجحت السبعة أيام بالسبعين سنة عبادة، ووزنت هذه السبع بالرغيف فرجح الرغيف ونجى الرجل. فكان أبو موسى يقول لأبنائه: يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف، أنت ما تدري كيف يكون وجه خلاصك، فلا تحقرن ذنبا ولا تحقرن طاعة، إن الشيطان دخل النار بذنب واحد، وإن آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد، وأنت وأنا ما يؤمننا أن ندخل النار بذنب واحد أو أن يكون نجاتنا في طاعة واحدة قد يراها الناس لا شيء. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته. انظر إلى المقابل كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. كلمة ممكن أي إنسان منا يتورط ويقولها لإنسان آخر. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. أهي كلمة أسقط الله عز وجل بها عمل الرجل. فعشان كده بقول لك إذا اهتدى المرء بعد الذنب إلى توبة فهو مسدد،